بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا مشاهديننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله لنا ولكم ولأمتنا أطيب الأوقات وتفريج الكربات ولم الشمل والبعد عن الشتات وأحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات، آمين. وبعد، نحن في رحلة مباركة إن شاء الله مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة الكبيرة والعظيمة في القرآن العظيم اللي فيها أعظم آية في القرآن وأطول آية في القرآن. الخلاصة، وقفنا عند الآية 108، وذلك قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم هل تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. هكذا سئل موسى، أولا بجاحة في السؤال وتطاول على الرسول واشتراطات كالإملاءات، حاشا للمؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء. فالقرآن يعني يحذرهم، اوعوا تكونوا مثل بني إسرائيل في موقفهم مع نبيهم، بل أعظم أنبيائهم موسى عليه السلام، واحد من أولي العزم من الرسل، واجه فرعون وخرج بقومه من مصر وعرب عبر البحر بأمر من الله عز وجل، لما قالوا اضرب بعصاك البحر وانفلق البحر. المهم، وعبد قومه العجل فألموه ألما، صبر عليهم وتطاولوا عليه واتهموه يعني بأمور برأه الله مما قالوا. إذن يا مؤمنين، يا مسلمين، يا من تبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، هل تريدون أن تسلكوا ما أعظم الرسل، ما سلك بنو إسرائيل مع أعظم رسلهم موسى؟ لا لا، أمتنا أكرم على الله وأكرم في نفسها وعلى نفسها من أن تكون مثل هؤلاء السقط من الأمم والبشر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يا موسى، ولماذا لا يظهر ربك علينا؟ يا أخي أرنا الله جهرة، شو المشكلة؟ بجاحة في الطرح بلا حدود. طبعا المسلمون حاشا أن يخطر ببالهم واحد على مليون مثل هذه التجاوزات والتطاولات والقحة في التعامل مع رسولهم. فالقرآن يحذرهم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ ففورا بنكمشوا، لأنهم قرأوا القرآن، ماذا صنع بنو إسرائيل بموسى؟ أتعبوه تعبا لا يوصف، إلى أن قال: ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. زهقوا الدنيا كلها بنو إسرائيل، لك أتعبت الأنبياء يا أشقياء العالم، يعني نرتاح معاكم، يعني يا من سالمتموهم، يا من سالمتموهم، لك أتعب موسى أعظم رسلهم، احترموكم أنتم. أخ، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يا الله، فقد ضل سواء السبيل. يا يعني سلوك بني إسرائيل كفر. يا مسلمون، إياكم أن تصلوا لهذا المستوى. هذا التجاوز والتطاول قد يودي بصاحبه إلى الكفر. يعني بعض المنافقين كان يسلك مع النبي عليه الصلاة والسلام مسلك بني إسرائيل، يا محمد ولماذا لا يكون مثلا، يعني والنبي الكريم صبور رشيد حليم يسكت على التجاوز والتطاول وقلة الأدب، لكن مولانا كان ينزل يعنف هؤلاء الصحابة، كلهم ذوق وأدب، لكن في عينة من البشر منافقين كانت هي اللي تولى
مثل هذه السلوكات الشاذة. مولانا اعتبر هذا الكلام تبدل الكفر بالإيمان، أدفع الإيمان وأخذ الكفر، صفقة منتهى الخسران. فقد ضل السبيل سواء، لا فقد ضل سواء السبيل، يا سلام، فقد ضل السبيل السوي، لا فقد ضل سواء السبيل. راح على وين؟ على المعوج. مدام سواء السبيل زعل عنه، إذا راح على الطريق المعوج. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ود كثير من أهل لو ترتدوا، لا لو يردونكم، بمخططاتهم، بألاعيبهم، بدسدساتهم، بتداخلاتهم، بدعوى صحبته لكم إلى آخره، بيروزوا وزنك، بشوفوك قابل للرشوة، قابل للإغراء، قابل يعرضوا عليك مش عارف إيه ولا إيه، عندهم مليون طريقة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إخواني، عزنا مش بالقومية العربية، عزنا بهذا الدين، احنا مش ضد القومية العربية، لا، لكن هويتنا، رايتنا الإسلام، القرآن، الدين، السنة، الكتاب قبل السنة، هذا نهجنا، هذا طريقنا. العروبة اشتراكية، هذا كله كلام خداع وكذب وتضليل وإبعاد عن الطريق السوي. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إخواني بيغلبونا لما يبعدونا عن ديننا، منتهى البساطة. كيف قهرتنا إسرائيل؟ بعدونا عن ديننا، اشتراكية، عربية، وحدة، ثورية، بعثية، 5 minutes برد عيد للمرة المليون، 5 دقائق كنا مهزومين، لا ابتعدنا عن الدين. ليه غزة صامدة باخ العربان سالم؟ وليش قال غزة عندها جيش أقوى من الجيوش العربية مجتمعة؟ أي لا، أي لا، العالم العربي كله بحاصر غزة كله وصامدة. ليه؟ الدين، الدين يا ناس. إذن أهل الكتاب عارفين مفتاح قوتكم فين، ولذلك بتمنوا إنهم يطلعوكم من دينكم. قال لا، إحنا تركنا الدين اختياري. اختيارك أختي، تبقى مجنون يا أنت، بتفتخر في إيش قاعد؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كانت عصابات اليهود في المدينة تلعب بأهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف، تلعب بيهم قلول مش كورة. لما جاء الإسلام، إحنا اللي كحشناهم من جزيرة العرب، قلنا لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، انتم غدارين، قتلة، سفلة، متآمرين برا، مليح ما قتلكم واحد واحد بس انصرفوا. هذا الإسلام، ليه بيكرهوا الإسلام؟ لأنه الوحيد اللي بيجمع العرب والوحيد اللي يسبب لنا النصر عليهم، ولذلك حاربوا الإسلام. فهمت ليش العرب بيحاربوا؟ ما كملتش. وش بحاربوا الإسلام؟ ها، لا تقولوني ما لم أقل رجاء، ماشي الحال. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم، بحسدوكم على هذا القرآن. قال شيخ إحنا بدناش القرآن من نفسنا. تبقى غبي، تبقى غبي يا جدع، يا هم اشتروك يا أنت غبي، يعني الثنتين وصمة عار، وصمة عار ولا تليق يعني بالمؤمنين إطلاقا. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا هو الحق، عارفينه وبحاربوه عن بصيرة وعن علم، مو عن تياسة وجهل، لا، عزتنا، قوتنا، نصرنا، وحدتنا بهذا الكتاب وعلى هذا الكتاب، ولذلك أبعدوهم عن الكتاب. واضحة الرسالة أخواني، واضحة يا أبويا. أنت بتلاحظ العالم العربي كله ماله؟ سلامتك، سلامتك، ما قلتش بحارب القرآن، معاذ الله، لا لا، بصرش. من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا، مش طوالي، هذه خطة مرحلية، بتحملك يوم يومين بعدين بخلعك من شروشك. فاعفوا واصفحوا مؤقتا، مؤقتا طبعا من عندنا، حتى أهو يأتي الله بأمره، يعني في أوامر جاية
مولانا بوجهكم خطوة خطوة سبحانه سبحانه حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. واضح الختام إلى ماذا يشير؟ إن الله على كل شيء قدير. معنا في معركة قوة جاية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الآن القرآن التفت إلى الأصحاب رضي الله عنهم، يوجههم التربية الإيمانية، التربية الروحية، التربية العقلية والفكرية والثقافية والنفسية والاجتماعية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة والزكاة كالتوأمين، كالتوأمين بنفكوش عن بعض دائما. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حق الله وحق الفقير والمجتمع. حق الله الصلاة، وآتوا الزكاة حق الأمة والوطن والشعب والمجتمع والنسب والقرابة والرحم والأهل. الخلاصة لابد من الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أنت تدخر عند الله، أعطيت فقير، عمتك، خالتك، جدتك، مدري مين، صلة رحم ولا غيره، كله تجدوه عند الله. إن الله بما تعملون بصير. إن الله بصير بما تعملون، لا، قال إن الله بما تعملون بصير. ختم بكلمة بصير. إن الله أحيانا تيجي بصير بما تعملون، تيجي أحيانا بما تعملون بصير. نعم، تكلم عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إذن قدم بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وقالوا لن يدخل الجنة، لن تأبدي، الزمق شريف سموها دي، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طبعا اليهود بحبوش النصارى، النصارى بحبوش اليهود زمان، الآن عشق بينهم. بيقولوا لن يدخل الجنة، الهود يهود بيقولوا إلا من كان هودا، يهودي يعني. دولا يقولوا لا، لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. العرب يقولوا لا يدخل الجنة إلا من كان وثنيا زي حالاتنا. يعني كل واحد يعني بغني على ليلاه كما قالوا. والقرآن يصف لنا الواقع ويفصل لنا صورة هذا الواقع. لن يدخل الجنة، وقالوا إلا من كان هودا أو نصارى، ما جابش العرب. تلك أمانيهم، أماني عذاب لكنها أماني كذاب. واضح أخواني؟ يعني الأماني شيء والأمر الواقعي شيء. يعني لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. الدليل يا أخ، قال مخي. مخك مو دليل، مخك تعبان. الدليل إلا أن يكون نصرانيا، الدليل، ولا أن يكون وثنيا زين العرب، دليل. هنا الدليل في هذا الكتاب. قل هاتوا برهانكم. ما أجمل هالدين، شوف كيف بيعلمنا العقلانية والحجة والروية. أعطيني برهان. وقال له أنت كذاب كافر أشر مجرم. قل هاتوا برهانكم. شفت النقاش بالذوق والتهذيب والأدب. هاتوا برهانكم، أعطيني الدليل. أنتوا في الآن قول إلا من كان هودا، أنتوا مكلين ثروة العالم، قالوا طبعا. أنتوا سرسرية نصبين، قالوا طبعا، من دون نصب بنعيشش. أنتوا غشاشين، قالوا طبعا. هل يا ربنا يهيد هالأخلاق اللي أنتوا عليها؟ قالوا لا، بس إحنا بنمشي على كيفنا. إذن كيف لا يدخل الجنة إلا من كان على شاكلتكم؟ كيف يعني؟ والنصارى ها، ما أنتوا زيهم يعني، بتلفقوا الكلام تلفيق. الخلاصة قل هاتوا برهانكم، علمنا ديننا العقلانية والتفكير العقلي. هاتوا برهانكم، ولا بشتم ولا بسب ولا بطاوش. هاتوا برهانكم، حيبلم ويسكت. إن كنتم صادقين. بلى بلى، نعم يعني بلى، يعني كأنه قلب الصفحة عنهم وبدأ يعطينا الحقيقة.
كلام مستقل، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الكلام ما يعرفش لا عربي ولا يكون من مش عارف مين من العشائر والعائلات والمش عارف من كان من قريش، من كان من ثقيف، من لا جغرافيا ولا أنساب ولا غيره. بلى نعم يا رب، كل هذا الكلام لا، واللي جاي بلى نعم للي جاي بلى. خذ الحق، من أسلم وجهه لله وهو محسن. مدام أسلم وجهه يبقى أسلم كليته، مدام وجهه اللي هو هو شخص وجهه، يعني أنا بعرف ذراعك، أنا بعرف وجهك. من أسلم أعز ما فيك وجهك لله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني شايف حالي أنا بصلي، أنا مين قدي أنا بصلي؟ لا، متأدب مع الله وهو محسن، محسن مع الخلق، محسن مع الخالق أولا طبعا. لن تحسن للخلق وأنت سيء العلاقة مع الخالق، مش منطقي. فله أجره عند ربه. يا سلام، أسلمت وجهك لله لك أجر عند الله. ولا خوف عليهم، تأمين شامل، ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم من مين؟ من أعداء، من 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 مصادر الخوف لا تعد ولا تحصى. ولا هم يحزنون على فقد عزيز ولا غيره، يسلم أمره لله. إذن ولا هم يحزنون، رب استودعنا عندك الوالد والجد، ولا ما مثلا يعني قد نستودع عنده بعض الشباب حتى، يعني شبابنا في فلسطين هم يعني مثل الورد، عم بيقدموهم المجرمين ضحايا كل يوم. نستودعك هؤلاء الشباب، اجعل مثواهم يا ربنا الجنات إن شاء الله. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود، الآن استئناف كلام جديد، موقف اليهود من النصارى والنصارى من اليهود، مو أنتوا تقريبا يعني مشتركين في التوراة والإنجيل ولا إيه؟ الأول تستمنت والنيو تستمنت مش هيك؟ قالوا احنا ضحكنا عليهم ودخلنا التوراة جوا الإنجيل وحكمناهم، بس والله لعبناها لعبة صح، حطناهم بجيابنا، قلنا لن تكون نصرانيا إلا أن تكون يهوديا، فدخلنا الأول تستمنت اللي هو العهد القديم في العهد الجديد وحكمناهم. والله يا شيخ، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. شو كتابك انت؟ قال كتاب التوراة، توراة يعني ها توراة، التوراة يا اخي. طيب وبحكي بالعبراني ها توراة. المهم وانتم النصارى، قال احنا الانجيل. طيب وش انتم يعني ديانة واحدة ولا مش ديانة واحدة ولا ما عارف؟ قال لا، هو في اختلافات بسيطة، يعني احنا نؤمن بالصليب وما بيؤمنوش بالصليب، وبيتهموا عيسى انه استغفر الله العظيم قاتلهم الله ويحبونهم. عيسى ابن حاشا ويا نصر. طيب ليش تحبوا اليهود؟ بريطانيا دعمت اسرائيل بكل ما تملك، امريكا تدعم، امريكا تدعم اسرائيل بكل ما تملك، والعرب يدعمون فلسطين بكل ما لا يا مويا، لا لا انا تكملش. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، والعكس، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وكلاهما يتلون نفس الكتاب، وهم يتلون الكتاب اللي هو الآن صار one book، كتاب واحد، الأولد تستمنت والنيو تستمنت اللي هو العهد القديم والعهد الجديد. بحذق اليهود وخبثهم دخلوا العهد القديم وقالوا لن يقبل الله منكم الديانة بتاعتكم إلا أن تدسوا العهد القديم في العهد الجديد، فصار الآن الإنجيل العهدين مع بعض. طبعا اليهود لا يعترفون لا بعيسى ولا بأمه، لك ما منكم، ما مناش علاقة فيهم. والنصارى يحبون، فسر ليها. طبعا النصارى العرب خارج الموضوع هذا، يعني هم ينتمون إلى أمتهم، هم عرب صحيح نصارى لكن لن يكونوا مع بريطانيا المستعمرة أو فرنسا المستعمرة أو أمريكا المستعمرة، هم مع عربهم، مع بلدانهم، مع شعوبهم. لكن اليهود ليسوا معنا قط، ولا بيننا وبينهم أدنى رابط. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، لهم من العرب، الذين لا يعلمون مثل قولهم لا يدخل الجنة إلا من كان عربي،
ويعبد ماذا؟ قال يعبد الأصنام هبل، حتى الاسم يغيروا الاسم. طيب اللات شو اللات هاي؟ قال لي اللات تحريف لكلمة الله مثلا. قال لي لا لا هذا شيء ثاني. شو هي اللات بتاعتكم هذه؟ واحد ولا واحدة وصنم ولا وشو؟ قال أنا داري والله ورثناها عن أبائنا وخلص، يعني لا تناقشناش يا شيخ، خلينا ماشيين، شككناش في ديننا، مو باطل. ملوعيتم ما مشيتم بهذا الطريق. الله إله الكون تتركونه وتعبدون حجر بجوار الكعبة؟ انتوا اللي حطيتوا الحجر، جبتوه من جراش، حملوه بترك ولا بيكب والله ما نعرف، من جراش لما حطوه جنب الكعبة قالوا هذا إله حطينا جنب الكعبة. انتوا اللي جبتوه حطيتوه جنب الكعبة. لا إله إلا الله، إله الكون بنشال وبنحط جنب الكعبة؟ لا. إذن وقال الذين لا يعلمون مثل قوله منه من لم يكن على ديننا لا يدخل الجنة ولكنكم مثنيون مشركون. قالوا ماله، مش احنا بنقول يعني الله لا شريك له إلا شريكا يملكه وما ملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب كيف الشريك الله يملكه وما ملك وشريك مع الله؟ كيف يعني؟ إخواني غياب العقل مصيبة، بظنوا أن الدين بيجردنا من العقل. لا، النقيض هو الصحيح. الدين جاء إنعاش للعقل ووظيفة العقل. فكر. مصيبتنا في من لا يفكر، مش مصيبتنا في من يفكر. طبعا من يفكر غلط مصيبتنا فيه، من لا يفكر مصيبتنا فيه برضو. بدك تفكر، ها صحيح، تفكير منطقي، تفكير عقلاني، تفكير منهجي، مو تفكير غوغائي عشوائي. الخلاصة مدام إذا صار عندنا ثلاث معسكرات، من يحكم بينهم؟ اسمع، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. في الدنيا العقول تبرهن وتبين وتتنافس وتتناقش وتختلف وتتفق، ومؤتمرات ومجتمعات والخلاصة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، عبر عن ضمير الغائب الثلاثة، يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. انتوا كنتوا تقول يهود وتقول نصارى وتقولوا الأوثان بتاعتكم، الحكم عند الله، يحكم بينهم بما يحكم. طبعا هذا مرده إليه سبحانه، المشرك لا يقبل منه. اليهود أشركوا والنصارى أشركوا والعرب مشركين، حكمهم عند الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ يعني منطبق أهل المجرمين الصهاينة الآن بحاولوا يمنعون مساجد الله. خليل الرحمن راح والعرب تطلع، قال شو احنا مشغولين بقضايا مهمة ما شاء الله. فالله قال آه والله، وشو هي القضايا المهمة؟ والله مش شغلك. صح، أشهد، مش شغلي أنا المواطن، مش شغلي طبعا. سبحانك ربي. 66 احنا طلاب الشريعة رحنا لفينا الخليل والقدس ونابلس، ولفينا لفة 2-3 من الطلاب، واحد خليلي وحامد البيتاوي الله يرحمه، الشيخ عبد العظيم سلهب والعبد الضعيف، 3-4 أحمد سالم من مخيم الدهيشة. فمن حيث لا ندري المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه، طلعت منطبقة علينا. 66 الآن ممنوع أوصل لا نابلس ولا القدس ولا ولا لا لا. أنا لجدي رقم 50 مخلوق بفلسطين ممنوع، واللي جاء من بولونيا ومن روسيا ومن أوكرانيا مسموح له، ومن اليمن ومن الحبشة تعالوا تعالوا تعالوا. أول يوم أخذ جواز سفر وشقع من مشوق اللي صادرونا من الحياة. ظلم يا أبويا، الحياة قهر كلها. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. آخ، بلاد عربية كثيرة تمنع بيوت الله أن يذكر فيها اسمه بعلل. مرة بقول لك نعمل شارع من هون، مرة بقول لك نعمل كوبري من هون. وسعى في خرابها،
يعني كم قصفوا مساجد بسوريا؟ كم؟ ما تعدش. قال فيها إرهابيين شيخ، يظل يقيمون، نسيبها لهون يعني شو رايك؟ لا والله دمروها. حاشا طبعا، أعوذ بالله. وسعى في خرابها مسجد السلطان بحماش، صار فيه مذبحة، مذبحة بالمعنى الحرفي، مليان، قتلوهم كلهم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. كانوا تخشوا أسرى المسجد، أسرى يربطوكم في المسجد، بيعلفوكم وبسخوكم إلى آخره، لكنكم خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآن استئناف كلام، ولله المشرق والمغرب، يعني الجهات كلها، مش بس المشرق والمغرب، كناية عن الكون كله، لله ما في السماوات وما في الأرض. إنما عبر هنا بالجهات، ولله المشرق والمغرب، لأنه الشرق والغرب يعني كناية عن الوجود كله، والوجود شرق وغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله يعني بالمكان، لا، ثم وجه الله، أمر الله، قدرة الله، إرادة الله، مشيئة الله، حكم الله، قول ما تشاء، وجه الله، مش بالتجسيد المادي معاذ الله، لا، إنما أمره، قدرته، حكمه سبحانه. إن الله واسع عليم، من أسمائه واسع عليم، اسمان عظيمان، واسع الواسع سبحانه، يعني حلمه واسع، عطاؤه واسع، قدرته واسعة سبحانه. وقالوا ماذا؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. يا الله سبحانه، نحن نحتاج الولد لأننا بنموت، فنترك الأطيان، أطيان إيش؟ طينة. أطيان إيش؟ لأولادنا، لأنه والمزارع وين في الخيال، والعربات والسيارات والثروات. ثروات. المهم بنحتاج الولد من أجل أطياننا وأموالنا. الله الباقي، الله الواحد، الله الغني، لا حاجة لا ولد ولا زوجة ولا غيره. إذن وقالوا اتخذ الله ولدا، لا، 116 سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بها نبتدئ إن شاء الله في الحلقة القادمة. أعزائنا إخوة وأخوات، إلى الملتقى بكم دواما، حياكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.